أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وكل عام والأمة الإسلامية بخير بحلول هذا الشهر المبارك. النهاردة هنتكلم عن موضوع حلقة اليوم في رحاب النور المحمدي، ولكن خلوني أرحب في البداية بالعالم الرباني والداعية الإسلامي الدكتور أحمد المنزلوي. أهلا بك يا فندم. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. كل عام وأنت بخير. كل عام والأمة الإسلامية بخير، كل عام وأمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بخير، وربنا سبحانه وتعالى يعود علينا الأيام بخير. النهاردة نتكلم في رحاب النور المحمدي، عنوان الحلقة نتكلم عن النور المحمدي في المدد والحسد. دكتور أحمد، عاوزين نوضح يعني إيه كلمة مدد، لأن في ناس كتيرة بتتكلم عن المدد وفي ناس يعني بأوضاع كثيرة، ولكن عاوزين المدد لله سبحانه وتعالى اللي هو يرضي الله سبحانه وتعالى. ان في ناس بتتكلم وفي ناس يعني بتنوع المدد، مدد الذكر لله سبحانه وتعالى، وفي مدد بانواع وبطرق تانية. فعاوزين نوضح المشاهد، يعني عاوزين نعرف المدد. بداية، سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا، أرسلت بالتوراة موسى مرسلا وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل. هذه الكلمة الطيبة. بداية نرحب بالسادة المشاهدين ونقول للأمة جميعا كل عام وأنتم بخير في هذه الأيام المباركات الطيبات، وفي هذا الشهر العظيم المبارك شهر شعبان الذي يتشعب منه الخير الكثير وفيه ترفع الأعمال إلى الله عز وجل. ثم حلول الشهر المبارك شهر رمضان أعاده الله على الأمة بالخير واليمن والبركات والنفحات. في هذا الموضوع المبارك الطيب إذا نظرنا إليه وجدنا أن هذه الكلمة لها مدلولات عظيمة. كلمة المدد والنظرة ضدها الحسد. المدد هذه الكلمة تطلب من من؟ الطلب والإغاثة والإعانة هي من الله عز وجل. نؤصل لهذه المسألة في بداية الحديث. إذا قلنا أن الإنسان يطلب مددا من إنسان آخر، فالمدد له معان حسية ومعان معنوية. بمعنى في البداية نقول أن الإنسان يطلب من أخيه المسلم شيئا. دكتور أحمد، معذرة، احنا عاوزين نعرف المدد الأول. نعم. كيف يكون المدد من الله سبحانه وتعالى؟ يعني نعم. المدد الناس يعني في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون المدد من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أن يدعو لهم. نعم. لكن عاوزين نعرف المدد بحيث المشاهد أن هو يتعلم كيف يطلب من الله سبحانه وتعالى. نعم. نقول وبالله التوفيق، المدد مذكور في القرآن في آيات عديدة. قال الله تعالى في سورة الإسراء: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وقال في سورة نوح: يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. الآية في سورة الحج. المدلول الكلمة واللغوي لهذه الكلمة مذكورة في القرآن بمرادفاتها. فإذا نظرنا إلى هذه الكلمة، كلمة المدد، كثير مننا يسمع النهاردة يقول لك مدد يا فلان، مدد يا سيدنا الحسين، مدد يا سيدي أحمد يا بدوي، مدد يا سيدي إبراهيم يا دسوقي. هذه الكلمة معناها الأساسي وفي المطلق الإطلاق العام لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا أجيزت لغير الله فهي على سبيل الاستعارة وعلى سبيل المحبة وعلى سبيل الشفاعة. فقالوا لأحد الصالحين: ما قولك في المدد؟ إيه عرف لنا المدد؟ فقال: ما تقولون في الحسد؟ فقالوا: هو نظرة سوء. الإنسان الذي يحسد إنسان بينظر لإنسان نظرة خبيثة، إنسان حاقد أو حاسد أو ما إلى ذلك. أيوة. فهذه النظرة إذا نظر إنسان إلى إنسان نظرة خبيثة أودت بحياته. تمام. لما نيجي نشوف سورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق، في نهايتها يقول سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد، قال في ختامها ومن شر حاسد إذا حسد. فالإنسان إذا حسد هذا الإنسان والعياذ بالله فإنه يودي بحياته. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عامة أهل القبور بالنظرة السوء، فنظرة السوء هي التي أودت بحياة الإنسان. يعني لما نيجي نلاحظ النهاردة أكثر من في القبور سبب مماتهم نظرة سوء. طب ما بالك النهاردة بقى بنظرة الخير والرحمة والشفقة والمودة. إذا كان النقيض هو نظرة حسد أودت بحياة الإنسان، فما بالك إذا كانت نظرة خير وعطف وحنان. الحق سبحانه وتعالى أصل لنا هذه المسألة فقال يمددكم بأموال وبنين، وقال عز من قائل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فالعطاء الأول والأوحد من الله سبحانه وتعالى ولا يطلب إلا منه عز وجل. لذلك الإمام الحافظ اللي هو شيخ سيدنا الشيخ علي جمعة سيدنا الشيخ عبد الله بن صديق الغماري عليه رحمة الله أصل في هذه المسألة وله كتب مفندة فيها، فقال إن المدد لا يطلب مطلقا إلا من الله سبحانه وتعالى، ولكن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة ثانية سنعرج عليها بعد قليل. البداية التي نؤصلها للأمة جميعا أن المدد لا يطلب إلا من الله مطلقا. وهذا من المعلوم بالدين بالضرورة. يبقى لازم النهاردة أنت تعرف أن الذي يمد الأكوان كلها والخالق هو عز وجل، والنافع والمانح والمانع والمعطي هو الله عز وجل. طيب إيه النهاردة لما نعرج على قولك يا سيدي يا رسول الله مدد، هل ينفع أن المسلم يطلب المدد من غير الله؟ دي المسألة اللي الجماعة لما نقول مثلا اللي أصلوا لنفسهم منهج وطريق وسموا أنفسهم أنهم السلفية أو أنهم الوهابية على غرار هؤلاء، قالوا أن المدد لا يطلب إلا من الله وحده، ولكن نسوا أن حينما يطلب الإنسان المدد من غير الله فهو على سبيل المجاز أو الشفاعة. وهنا حصل عندهم خلط. إيه هو الخلط؟ قال لك أنت النهاردة عامل زي المشرك المذكور في سورة الزمر، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني سواك أنت كمسلم بالمشرك، ولكن حاشا لله، فالمسلم عقيدته أن الذي خلقه والذي منحه القوة الظاهرة والباطنة هو الله عز وجل. بس الذي يطلب المدد يا دكتور أحمد، يعني في إنسان منا بيطلب المدد، يعني مدد يا سيدنا الحسين، مدد يا سيد البدوي، مدد أو أي مثلا من أحد الصالحين. نعم. ولكن في أثناء وهو بيطلب المدد ما بيذكرش الله سبحانه وتعالى، وممكن يبقى بيبكي، يعني مثلا يا سيد كذا أنا عاوز كذا. ما هو هنا في نفس الوقت إلى العقيدة. ما بيذكرش ربنا سبحانه وتعالى. فإحنا عاوزين نوضح النقطة دي. يعني المفروض لو طلبت انت المدد من اي حد او مثلا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الاخر تذكر ربنا سبحانه وتعالى ان اولا وفي الاخر يعني هو اللي رد بها ربنا سبحانه وتعالى هيكون لك. نعم. فحينما نقول هذه الكلمة ان الانسان يقول مدد يا سيدي يا رسول الله، يعني ايه مدد يا سيدي يا رسول الله؟ وهل في حياته صلى الله عليه وسلم من طلبوا منه مددا حسيا او معنويا في حياته الشريفة الظاهرة امام الصحابة؟ ممكن نعرف ايه المدد الحسي وايه المدد المعنوي. مدد حسي النهاردة حضرتك انا قاعد معك على الطاولة بتقول لي اعطني هذه السبحة او خذ هذا القلم. تمام. فطلبت منك مددا حسيا كي اكتب به. تمام. او كي اسبح عليها، فهي وسيلة لا غاية. يسمى مددا حسي. مددا حسي. تطلب. تمام. مني كاسا من الماء او من الشاي او كذا. تمام. فهذا مدد حسي تنتفع به في حياتك الحسية التي تحس بها. تمام. والمدد المعنوي لا يطلب إلا ممن كان معه هذا الفعل حقيقة لا مجازا. تمام. ويطلب منه على سبيل المدد المعنوي. تمام. النهاردة لما تروح لراجل صالح وتجلس بين يديه. تمام. بما يمدك؟ هيمدك بإن شاء الله العبودية التي هو فيها ونزول الملائكة عليه والرحمات التي تتنزل عليه، ستصيبك نفحة من نفحاته. فإذا ما كانت الملائكة تتنزل على رجال الله، هي الملائكة بتنزل على مين؟ والشياطين بتنزل على مين؟
الشياطين قال الله تعالى هل أنبئكم كما في سورة الشعراء على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون فهؤلاء تتنزل عليهم الأبالسة والشياطين. بالله عليك أنت النهاردة لما تكون قاعد جنب واحد نافخ الكير ألا تصاب به؟ سلم عليك رجل ويده مليئة بالمسك ألا تصيبك منه نفحة؟ أنت النهاردة لما بتسلم على رجل صالح غير ما تسلم على رجل طالح. أكيد طبعا. فبيتحص يعني كما قال الشيخ رائد العشيرة المحمدية سيدي محمد زكي الدين إبراهيم عليه رحمة الله يقول لك أن الرجل الصالح له كالمغناطيس وله من الجاذبية والقوة ما يؤثر على غيره. فالعلم الحديث أثبت هذا الكلام. النهاردة لما تكون قاعد في استديو مثلا وعندك زبزبات وقوة كهرومغناطيسية هذه القوة يتأثر بها المرء. ما تكون داخل على المستشفيات والذي فيها من يقول لك مثلا داخل يعمل أشعة رنين أو كذا يتأثر بهذه القوة. فما بالك بالرجل الصالح الذي يتنزل عليه الملائكة. الملائكة مخلوقة من نور وتتنزل معها السكينة والرحمات والبركات. فالذي يسلم على رجل صالح وهو بجواره يتأثر به. فهذا التأثر إذا ما طلب الإنسان منه باللسان أو بالروح. ما هو إنسان يطلب يقول له أعطني، فكلمة أعطني هو طلب. وحينما يقولها بقلبه فهي طلب باطني. فهناك طلب ظاهري وطلب باطني. طب أنا هيفيدني بإيه كل ده؟ أنت راجل على قدرك ستصل إلى الله. وإذا كنت في جوار رجل صالح أو نبي صالح فستصل به. قال الله تعالى الله طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فالمعية والحقبة هذه تفيد وتؤثر في الدنيا والآخرة. طب تعال نشوف بنا النهاردة حينما كانوا في غزوة أحد وإذا بقتادة عليه رضوان الله الصحابي الجليل قتادة سالت عينه على خده. بالله عليك كده في هذه المعركة تسال العين على الخد مباشرة لم يفكر لحظة أن قال قتادة يا ربي أسألك أن تشفيني مما أنا فيه. ما حصلش. إنما عمل إيه؟ أخذ عينه ومشى بها إلى جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وقف بين يديه وقال يا رسول الله أغثني عيني سالت على خدي. يوم سيدنا النبي يقول له إيه صلى الله عليه وسلم يا قتادة اصبر واحتسب وأدعو الله لك بها الجنة. قال له لا الجنة عطاء جميل آي لكن أنا رجل مبتلى بحب النساء أنا متزوج وعندي نساء وأخشى أن يقولن أعور العين. النهاردة لو أنا زوجتي شافتني وأنا أعور فلا ترضين بي. بس سيدنا قتادة يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يشرك بالله. وهو يعني لا يشرك. يعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني في إشراك. يعني ما في العقيدة أن الله عز وجل هو الخالق وهو البارئ وهو المصور وهو المانح وهو المانع وهو المعطي. نعم. فحينما يطلب من جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب على قدر جناب رسول الله لا على قدره هو. هو عارف قدره. يوم يذهب لمين؟ للطبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أغثني ما بك يا قتادة ورسول الله يشاهد قال عيني. فقال يا قتادة أدعو الله لك بها وتكون من أهل الجنة. يوم سيدنا قتادة يعمل عملية مساومة يقول له يا رسول الله الجنة عطاء جميل لكن أنا رجل مبتلى وهذه حقيقة حقيقة الصدق مع الله ومع رسوله. أنا رجل مبتلى بحب النساء يعني هيشوفوني شكلي قبيح فلا ترضين بي هتبص لغيري وهتحزن على حالي وهيبقى فيه تعب وضنك وحزن. فقال يا قتادة ماذا تريد؟ قال ردها علي يا رسول الله. طب بالله عليك من الذي سيشفي؟ الله سبحانه هو وتعالى. سيدنا النبي قال له لا روح لربك اذهب لربنا وادعي ربنا انا مالي ومالك انت بتدعينني. ما حصلش. وانما كان منه الكرم والجود وهو ديدنه صلى الله عليه وسلم قال فاخذ عين قتادة فردها الى مكانها. راوي الحديث يقول فكانت عينه الاخرى احسن من الاولى ترمد يعني يصيبها الرمد احيانا وهذه لا تصاب بالرمد ابدا. يعني من الذي فعل هذه العملية الجراحية؟ انه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويأتيه سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه وهو في المجلس فيقول صلى الله عليه وسلم من الذي يبسط رداءه فانه يحفظ ولا ينسى.
هنا طلب من مين؟ من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فبسط أبا هريرة رداءه. لما يبسط الرداء من الذي سيعطيه؟ الله أم جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله هو المعطي وهو الممد الأعظم، ولكن جعل هذه العطية على كف النبي صلى الله عليه وسلم. قال كما في رواية البخاري فقبض قبضة من الهواء وجعلها في حجر أبي هريرة ثم قال له ضم، قال فضم إلى صدره فحفظ فلم ينسى أبدا. في زمن سيدنا عمر بن عبد العزيز، يعني سيدنا عمر رضي الله عنه كان بيشجع أهل القرآن. نعم. فجاء ابن أبي قتادة، ممكن حضرتك تعرف هذه هذا الحديث. نعم. يعني نعم. لما فقال يعني عاوز يطلب الأسماء، فابن سيدنا قتادة لم يبلغ باسمه. نعم. فقال أنا أبلغ عمر. نعم. فلما وصل سيدنا عمر الكلام فقال له من أنت يا بني؟ نعم. فرد يعني بص يعني 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 الصحابة رضي الله عنهم رضي يعني الله كانوا الله. لله سبحانه وتعالى رجال صدقوا مع هذا الله عليه. نعم. فقال له من أنت يا بني؟ قال أنا ابن الذي سلت على خد عينه. الله أكبر. فردت الله بكف المصطفى أحسن الرد، صلى الله فيا حسنها ويا حسن من رد. صلى الله عليه وسلم. فده النبي صلى الله عليه وسلم كان أربى الصحابة على أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى ولا يشركون به. نعم. أما في هذه الأيام دكتور أحمد معلش، يعني إحنا الإيمان بتاعنا مش زي الإيمان بتاع الصحابة. نعم. الإيمان بتاعنا يعني مذبذب، مرة ينقص ومرة يزيد. نعم. فعاوزين نوضح للمشاهد أن مهما تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يكون الرد الأخير لله سبحانه وتعالى. حقاً ولا حقاً. إذا طلبت من رجل صالح مثلا سيدنا الحسين أو مثلا أي زي في هذه الأيام من أهل الله فيكون لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم الإشراك هذا معلوم. فعاوزين نوضح للمشاهد يعني إزاي الواحد يعني يطلب المدد من ربنا سبحانه وتعالى. نعم كما قلت أن المدد لا يطلب في الحقيقة إلا منه سبحانه وتعالى، ولكن إذا كان من أهل الله ومن أنبياء الله ومن أولياء الله فهذا على سبيل الشفاعة وعلى سبيل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبهم وبمنزلتهم إلى الله سبحانه وتعالى. أتينا بعد ذلك إلى بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم، رب سائل يقول هذا في حياته صلى الله عليه وسلم فلا يطلب منه إلا في حياته ويوقف هذا الأمر زي ما طيب حدث. لا معنا المستشار خاطر. السلام عليكم. ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك يا فندم. الله يبارك مستشار خاطر إبراهيم، بنشكر القائمين على البرنامج الحريصين على مصلحة الأمة. كل عام وأنت بخير. على فكر السمح، وبنشكر سماحة الدكتور أحمد المنزلاوي على الكلام الجميل اللي هو في المدد وفي النظرة، لأن فعلا الفكر المتحجر فكر الوهاب المتحجر هو اللي ضيع وطلع لنا القتلة والمجرمين اللي بيحاربوا الجيش المصري وبيحاربوا في الدولة وبيحاربوا فينا احنا كقضاء، يعني بسبب الفكر العقيم ده هو اللي ضيع الأمة. وبنشكر الناس اللي بتحاول تحافظ، لأن الفكر ده نشأ من الفكر الوهابي المسموم ده نشأ من ناس كانوا شواذ في مجتمعهم. يعني يقول لك ان ده ما يقولش عمره ما يقول حضره سيدنا، انا سامع الدكتور وقاعد بيتكلم حضره سيدنا جناب سيدنا، هم يقولوا محمد مات وانتهى، ده فكر محمد بن عبد الوهاب نفسه، محمد مات وانتهى وعصيتي احسن من محمد. تمام. خدت بالك؟ لا حكم الا لله، ويكفروا مجلس الشعب ومجلس الشورى والقضاء. وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال الشعارات اسمى الشعارات الجميله وينزلوها على المسلمين. يجيبوا الايات اللي جت في الكفار وينزلوها على المسلمين. خدت بالك؟ يقول لك ان الحكومه كافره. ليه يا اخويا؟ العالم تطبق شرع الله. هي كل ده مصر هي اكثر دوله بتطبق شرع الله، لكن هو طبعا الفهم العقيم ده اللي ضيعنا، والاحتفال بالمولد فكر متحرك متحجر. خدت بالك؟ تحيه العالم يقولوا حرام، مش عارف فكر غريب هيضيع الام. يشجعوا زواج القاصرات، هم بيهتموا بشهوه البطن وشهوه الفرج للاسف. وكلام فارغ، وعدم فهمهم للدين الوسطي الجميل. يعني هو بيتكلم دلوقتي تم ازاي يبقى واحد مؤمن بالحسد ده؟ ما قالش سماحه الدكتور وما هوش مؤمن بالمدى. يعني الكافر بيمد، الكافر ربنا قال في صريح في كتابه العزيز واخوانهم يمدونهم في الغي.
تمام. اخوانهم القيد اللي هم الشياطين والكفار بيمدوا بعضهم، والمؤمنين مش هيمدوا بعضهم. تمام. يعني برضو عدم الفهم. وبعدين يعني الراجل جزاه الله خير جاب ايات من كتاب الله واضحه وصريحه. سياده يعني المستشار، يعني الايه اللي في كتاب الله بتتكلم عن المدد، يعني في ايات كتير زي ما قال سماحه الشيخ، يوم يقول المنافقين والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. يعني ايه زي دي؟ هم بيقولوا نظره، بيقولوا الاهل، بيقولوا اهل جهنم، بيقولوا الاهل الجنه، ادونا نظره من عندكم. ما انتوا كنتوا في الدنيا بتقولوا ما فيش حاجه اسمها نظره. نعم تمام. هو ربنا بيقول يا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. نقول ايه زي ده؟ احنا مامورين ان احنا نقول نظره يا سيدي يا رسول الله، نظره يا سيدنا الحسين. بس يا سياده اقطعك يا سياده المستشار بعد اذنك اقطعك، بس في ناس بتقول نظره يا سيدنا الحسين ونظره، بس بتاخدها عن طريق تاني. يعني لو قالت نظره يا سيدنا الحسين، يا ما اروح للدكتور واقول له انا عيان خدت بالك وعايزك تشفيني يبقى انا كفرت. ده علم، ده علم يا سياده المستشار. اتفضل. الطبيب يعلم ما بك، ولكن انت حين لما بقوم اسعى على رزقي الصبح واروح شغلي في المحكمه يبقى انا راجل، ما اقول يا رب ارزقني. انت يا عم الحاج كل لو سالت اي واحد من اللي بيقول نظره يا سيدنا الحسين هيقول لك يا عم ده راجل لا اله الا الله. يا عم هو سيدنا الحسين اللي هيرزقك ولا لا؟ يعني دي الفهم العميق حاجه. تمام. هم نفسهم عندهم خدت بالك. هو ربنا لما قال في كتابه العزيز قال يا ايها الملك وايكم ياتوني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن انا. طب ما قالش يا رب ليه سيدنا سليمان حد العرش؟ تمام. ولكن يعني قاصر ابن برخيه ده مش واحد كان ولي من اولياء الله في مجلسه اللي جاب له العرش يا سياده المستشار؟ بس في هذه الايام اللي بيطلب من حد ما بيلجاش لربنا سبحانه وتعالى. يعني انا لو طلبت من حضرتك ولو رحت عند ابسط البسطاء يا بعد اذنك طب انا هقطعك بعد اذنك. اتفضل. انا لو طلبت من سياده المستشار خاطر طلب في المحكمه او في القضاء والسياده المستشار لبى لي هذا الطلب، انا لا اذكر ربنا سبحانه وتعالى حين اخذ هذه الاجابه، انا بلجا معذره اعمال القلوب. معذره احنا القلب ده اعمال القلوب خدت بالك لا يطلع عليها الا الله. طيب هو انا كنت انا هجري لك في الطلب على ارض مصر يا سياده المستشار وخلاص لك مصلحتك، لكن انت جواك ايه؟ انا في اللحظه دي جوايا ان سياده المستشار هو اللي لبى لي الطلب، ما بذكرش ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا في اللحظه دي بقول لسيادة المستشار شكرا شكرا شكرا، ما بقولش الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى كرمني وجعل سيادة المستشار سبب، لا انا بلجأ للمستشار خاطر مباشر على طول. لا هو انت بتبقى عارف ان انا ربنا جعلني سبب وكل الكون كده الاسباب مترتبه على بعضها. يعني لو اجتمعت الامه على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. تمام. ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. تمام. وده كلام حضرة سيدنا صلى الله عليه وسلم. يعني انت من جواك بتبقى عارف ان الامه كل النهايه دي ربنا جعلها اسباب. تمام. يعني انت لو جيت يعني الواحد بيروح بيقول يا رب بس انا اتمنى من ربنا ان يوفقني خدت بالك عشان الراجل ده يقدر المصلحه اللي معاليك عايز. تمام. دي اللي سايس في كل الامه. وبعدين التاريخ الاسلامي مليان بالحاجات دي. يعني هتلاقي في المستدرك في صحيح الامام البخاري من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. للاسف علماء الازهر بيكتبوا مؤلفات رد على الوهابيه بس الجيل اللي طالع ده ما بيقراش. تمام. بيسمع بس عن طريق البرامج. انا سعيد جدا ان في برامج زي دي بتحاول توعي الناس وتاخد بايدها، جزاكم الله كل خير، لان الجيل اللي طالع عايش على انه يسمع في الفضائيات وبيستسلم ما عادش بيقرا الكتب. الازهر جزاه الله خير كان بيقعد يرد 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 على الفكر ده بس الناس ما بتقراش. تمام. انت بقى لحضرتك يعني ايه؟ يعني لما تيجي تشوف التاريخ الاسلامي يعني احنا عاوزين توعيه وارشاد. هو الحديث بتاع سيدنا عبد الله بن اذا انفلتت دابه احدكم بارض فلا فلينادي يا عباد الله احبسوا يا عباد الله احبسوا. قال له ده لا على المنظر لو احنا طبقناه على الفكر الوهابي والحديث صحيح اهو هيقول لك لا ده يبقى اشراك. نعم تمام. ان لله ملائكه في الارض خدت بالك سوى الحوض يكتبون ما يسقط من ورق الشجر فاذا اصاب احدكم بشيء فلينادي اغيثوني يا عباد الله.
الحديث ما هو رواه الإمام ابن عباس. وحديث صحيح حضرتك، رجاله ثقات. هتلاقي بقى لو فتحنا مش هنخلص، لأن المليان بس أولادنا ما بيقروش. نعم تمام. يعني لو احنا عايزين الناس البرامج دي تتسرع، عشان دي هتنقذ الأمة كلها. الإسلام والله في خطر، احنا بجيل العيال الإرهابيين دول. يا سيادة المستشار، يا سيادة المستشار، يا سيادة المستشار معلش، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير في وفي أمتي إلى قيام الساعة. يعني الإسلام، أنا الوقت بذكي البرنامج بتاع سيادتك. آه. وأنا سعيد، أنا سعيد بالبرنامج بتاع سيادتك. الله يبارك في حضرتك. لأن البرنامج ده بيتكلم الحاجات اللي موجودة في الكتب، بيقولها لنا بقى بيوضحها. لأن زي ما قلت سالفا، إن هو حتى لما يقول حديث حياتي خير لكم تحدثون أحدثكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فإن رأيت خيرا حمدت الله، وإن رأيت غير ذلك استغفرت الله لكم. تمام. هنقول طب يعني هو يعني ما مات حد في النبي خير الفكر، وهو بيقول صعب يوم على الأمة يوم ما مات محمد. ده الحافظ النبي بيقول ما مات خير لكم. تمام. لأن الأعمال بتعرض علي. خدت بال حضرتك يا مستشار خاطر عنده شوية ذنوب، يقول ما تسجلش للملك، أنا ما عاوز أستغفر ربنا ليه وربنا يغفر له. تمام. هو رحمة. صلى الله عليه وسلم. يعني لما تيجي الحاجات اللي الفكر اللي الوهابي هو مدمر الأمة دي كلها. يحط لك حاجة فكر غير قابل للتعايش. طيب هي ليه الناس يا سيادة المستشار يعني الفكر بتاعها وهابي بس؟ ليه ما يلجأوش للأزهر؟ أقول لحضرتك لأن الفترة اللي فاتت كانت القنوات الفضائية كلها، لأن محتاجة إن إيه في صرف مال، فلوس البترول اتحطت في الصرف ده. خدت بال حضرتك؟ بقت القنوات الفضائية كتير ومفيش حد بيتكلم، والأزهر ما يملكش يعني المواد دي الفلوس دي عشان يقعد يرد في البرامج، فكان بيعمل كتب ومؤلفات. تمام. ربنا يخلي الأزهر لأنه حصن حصين. لكن لابد ان يكون فيه كتير برامج زي بتاعت حضرتك دي، هي البرامج دي اللي هتنجي. هي صرخة السيدة العظيمة ستنا زينب في كربلاء لما قالت ومحمدا مشهور في كل كتب السير. يعني هي لما قالت ومحمدا أشرخت السيدة زينب؟ لا طبعا يا لجد، طبعا يا لجد بالنبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس لما صرخ لما كان رجله اتشلت وقال ومحمدا، خدت بالك؟ في اسمها ايه ديت، في الصحابه لما برضه صرخوا في معركه اليمامه، هل ده شرك؟ عدم يعني هم لما يقولوا لما حد النبي كان انتقص. طب يا سياده المستشار، هي قالت ومحمداه ولا ومعتصماه؟ لا ومحمد، ده ومعتصماه دي موضوع ثاني. ايام من المعتصم لما المراه اللي كانت في القدس. دي غير دي. دي كانت بتستغيث. انا بتكلم على لما اتقتل اهل البيت في كربلاء، هي اللي كانت بتقول كده. تمام. سيره زينب عليها. يعني الحاسد بيصيب. بيصيب بالحسد، ده مدد اهو. وفي على الواقع حاجات زي كده كتير، يعني في حاجات زي بتربي اولادها بالعين بالنظره. يعني العلم الحديث اثبت الكلام ده كله. تمام. السلحفاه بتبيض البيض بتاعها وتقعد تبص له من بعيد وبتربيه بالنظره. احنا بنشوف حاجات كتير في التحقيقات من الاولاد دول، فكر متحجر مساكين ضاعهم بسبب ايه؟ بسبب ان هم فاهمين الدين غلط، بسبب الفكر المتشدد ده. النظره شرك، البتاع شرك، المدد شرك، مش عارف مجلس الشعب شرك، مجلس الشورى شرك، الدوله المصريه اكبر دوله مسلمه في العالم بتطبق شرع الله وهي الرائده في العالم هي مصر. تمام. حطوها دوله مشركه منين؟ هي مصر هي اللي بلد العلم وبلد العلماء. يا سياده المستشار، مصر هي اللي صدرت الاسلام الى بلد الاسلام. الله يفتح عليك. يعني الله مصر عليك. يعني تلاقي القارئ والعالم الاول هي في دوله مصر، دي شيء معروف. يعني يعني هو البرنامج اللي انت بتعمله ده، انا بزكي الكلام ده لانه هينقذ اولادنا وهينقذ اطفالنا من الفيروس الارهابي اللي مسيطر على العيال، عشان الناس تبدأ. هتلاقي الواحد ان شاء الله باذن الله المسلم سهل سمح لين، اينما تجد الاسلام تجد السماحه، تجد اللين، تجد الحب، خدت بالك؟ واينما أكيد. تجد التشدد، تجد الغلظه والقتل وسفك الدماء، بيستبيحهم. كل الايات اللي جت في المسلمين حاططها لنا، اللي في الكفار حاططها لنا على المسلمين. طب انت بتقول لي انصار بيت المقدس، طب ما بدل ينظر المقدس ورا ظهرك، ما تعرف انت قاعد بتقتل في جيشنا ليه وعيالنا ليه؟ يعني ما هو بسبب الفكر المتخلف ده. هو الخلط اللي حصل بين العلماء
وبين الناس ان كل عالم بيفتي براحته. شوفوا اللي انا بقدر كل واحد بيرتدي عمامة الازهر. اما اللي جايب لك بغطرة بيضة ده اعرف انه ده الخطر بعينه. الخطر بعينه. اللي حاطط لك غطرة بيضة ده وما يعرفش حاجة ومش حافظ يقرا لك كتاب ويقلب لك 20 كتاب. تمام. هو ما فيش فكرة اصلا. بس اقول لحضرتك حاجة يا سيادة المستشار. يعني في علماء يعني ما درسوش في الازهر. ولكن يعني علماء يعني ربانيين كويسين يعني. دي الناس اللي هم عندهم السماحه والفكر يعني مثلا زي فضيله الدكتور الشيخ محمد حسان ابو اسحاق الحويني. الناس دي ما درسوش في الازهر. انا ليا ملاحظات على اللي انت بتقولهم دول لان انا عارف لو انت خدت عادل حبره قال لك ايه؟ قال لك انا متربي على ايد محمد حسان وابو اسحاق الحويني. عادل حبره انا كان في التحقيقات عندي. تمام. ده بس ده يعني هم دول اللي دمروا الدنيا والدين. معلش يعني انا ما احبش الايه. لا احنا عاوزين نوضح للناس يعني الدين الصحيح. احنا ما بنزكيش حد ولا بنجمع حد. احنا عاوزين كلنا نسير على خطى الله سبحانه وتعالى وعلى سير وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الله يفتح عليك. انما هو التشدد جالنا منين؟ جالنا من الفيروس. هو ابن تيميه وابن عبد الوهاب والناس دي حطوا لنا فكر كله غير قابل للتعايش. شفت الرئيس قال يا جماعه فكرهم غير قابل للتعايش. يا جماعه خلي بالكم. هم دول العلم التامن. هم جيشنا بيتقتل ليه؟ تمام. تبقى حضرتك ما هو بسبب ان الفهم الخاطئ المتحجر. يعني انما لما تجيب ناس زي سياده الدكتور اللي مع حضرتك دكتور احمد سمعت الدكتور الناس المحترمه دي الناس اللي بتحافظ خدت بالك. خلي بالك الدين يعني هو لما قال واسلاماه احنا النهارده الدين في خطر. الدين وضعه خطر فعلا لان لانه بيحارب من كل الجهات. اكيد هم دسين العيال دي بالفكر ده عشان الناس كلها تخرج من الدين. يا اخي شبابنا بيطلع من الدين بسبب الفكر المتحجر ده. يقول لك صوت المراه عور. جبتها منين يا ابني؟ جبت الكلام ده منين؟ صوت المرأة عور. مفيش. ده كانت الصحابيات بتكلم الصحابة وبعدين يجي الآيات بتاعت القرآن كلها في حجة الوداع واقفة المرأة تكلم حضرة النبي ويجي سيدنا الفضل بن العباس قاعد يبص اللي أقول لك ده وشها كان شكلها كذا وبص وصوتها عورة منين؟ طيب يا سيادة هو ده مش الفكر الوهابي؟ تمام. وبعدين هو الاعرابي الاعمى ده لما جه لحضره النبي وقال ادعو الله ان يرد علي بطل. خدت بال حضرتك؟ قال له قم يا عبد الله توضا وصلي ركعتين وادعو بها اللهم اني اتوسل اليك بحبيبك محمد نبي الرحمه صلى الله عليه وسلم. عمل ورد عليه بطل. لما قالش قول يا رب ليه على طول ادعو ان يرد علي بصري. تمام. طب يا سيادة المستشار انا يعني يكون لي الشرف اللي انت تكون معايا ان شاء الله في المنصة دي يعني في حلقة تانية بإذن الله. ان بصراحة انت على علم كلنا بناخد بإيد عيالنا وعلى قدر من العلم. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعله في ميزان حسناتك انه ولي ذلك والقدر عليه. الله يبارك. وانا بشكرك وبتشرف بيك تكون مع الدكتور احمد وان شاء الله يكون بينا لقاء باذن الله ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم ان شاء الله باذن الله. باذن الله ان شاء الله. وانا بشكرك بشكرك شكرا جدا بشكرك. دكتور احمد سيادة المستشار يعني فاهم وعلى قدر من العلم رغم ان هو يعني المجال بتاعه في القضاء. نعم. ولكن لا يترك يعني الدين. هذا هو يعني شان الغيور على الدين. تمام. شأن أكيد. الإنسان اللي هو لو خلي بالك يا دكتور أحمد لو كل الناس كده يعني لو الواحد مثلا شغال يعني قاضي أو شغال ضابط أو مدرس أو ما إلى ذلك أي مجال ولكن بيربطوا في الأول وفي الآخر الدين الغير على الدين. نعم. الغير على الدين إن هو يمشي بالدين الصحيح ما يمشيش وبس الصحيح. ما هو المشكلة أن الفكر هذا سامحني أن أقول أنه فكر عفن. هذا الفكر الذي جعل الإنسان ينظر إلى المرأة كأنه لا يريد إلا المرأة في حياته. تمام. والآخر إذا خففت من لحياتك قال أنت فاسق أو كافر أو اتهمك بأي اتهام جعلك بعيد عن الملة والعياذ بالله. العملية مش عملية مظاهر مع أن الأصل مثلا كمثال في سبيل اللحية لما جينا نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود المخالفة. تمام. فإذا بهم يطلقون اللحى. تمام. فقال حفوا الشارب. فكل هذا دليل المخالفة. طب انت النهاردة هم اليهود بيطلقوا اللحى. انت شأنك ايه؟ الشأن ايه اللي بينك وبينه النهاردة؟ العمل بتاعك انت. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. تمام. انت دينك لنفسك. انا اهم شيء ان انا اشوف منك العمل.
أطلب منك معاد أكون معك في الميعاد. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأته السيدة خديجة ما قالتلوش والله أنت بتصلي وبتصوم وبتزكي، قالت إنك لتصل الرحم، هذا عمل وتحمل الكل. والنبي صلى الله عليه وسلم يا دكتور أحمد قال الدين المعاملة، هو معاملة. يعني معلش أنت ما جليش تبقى حافظ القرآن وحافظ الأحاديث وما بتعاملنيش زي الناس، ما بتعاملش معايا المعاملة اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم المعاملة الحسنة. نعم المعاملة الطيبة. ولكن دعنا نعرج في هذه المسألة كما قال معالي المستشار سيدنا عثمان بن حنيف لما أتى إليه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يروي الحديث، أتى إليه ضرير فقال يا رسول الله عيني، فقال اذهب إلى الميضاءة وتوضأ فصلي ركعتين ثم قل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك سيدنا محمد نبي الرحمة. طيب بص يا دكتور أحمد علق لي بقى على الحتة دي. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب وتوضأ وصلى والجأ إلى الله سبحانه وتعالى. والجأ إلى الله، ما هو غرس له هو، ما هو يعني كل واحد حب يعلمه أو يعرفه اللي أنت تلجأ لربنا سبحانه وتعالى. هو اللجوء في الحقيقة إلى الله، لا استغاثة ولا استعانة إلا بالله، ولكن على قدر هذا الرجل الصالح أو النبي الصالح يطلب منه. تمام. على قدره لا على قدرك أنت. تمام. فأنت قدرك ضعيف. تمام. إنما هذا الرجل قال يا رسول الله أريد أن يعود إلي ويرد إلي بصري، قال اذهب وتوضأ وسل الله بي. فقال قل يا ربي أسألك بنبيك محمد نص الحديث. فنحن تأدب مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد يقول يا ربي اكرمني بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني لجأ لربنا وبالنبي صلى الله عليه وسلم وتوسل إلى الله بجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الوسيلة التي قال عنها في سورة المائدة اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، نص الآية الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فهذا كله من سبيل الوسيلة والاستعانة. هل هي على سبيل الحقيقة؟ نعيد ونقول أن المدد المطلق والاستعانة المطلقة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، ولكن إذا كانت على سبيل الشفاعة والمحبة والمنزلة فهي جائزة. وبعدين النهاردة أنت كراجل أهل دين بتيجي تأمر الناس إن هم يطلبوا المدد من غير الله؟ أنا ما طلبتش منك إنك تقول يا مدد يا سيدنا الحسين، ما طلبت منك، إنما إذا رأيت إنسانا هم الصالحين يعني بريئون من كل ذلك يا يعني سيدي الفاضل. الفهم قصة إنه بريء أو غير بريء هذه مسألة أصيلة في الدين. حينما يطلب الإنسان من غير الله عز وجل فهو أمر جائز. تمام. على سبيل كما قلنا الشفاعة أو المنزلة، يعني أمر جائز اللي أنت تطلب من أي أحد صالح. أنا طلبت منك الألم بقول لك اديني الألم على سبيل أنت أنا بعبدك من دون الله والعياذ بالله. ما هو بعضهم يقول له ايه، يقول له طيب شوف ببركة النبي صلى الله عليه وسلم قل للبعير يقوم، فهذا فكر عقيم يا دكتور احمد. خلط. تمام. خلط في الدين. طيب الخلط ده يعني احنا عاوزين نوضح للمشاهد، يعني انا ممكن اعوز حاجة يقول لك ايه، طب روح لسيدك البدوي وصلى ركعتين واعبده، وروح للإمام الحسين في المسجد الحسين. نعم. وطوف حول قصة الطواف والطلب. فإحنا عاوزين نوضح للناس إحنا يعني إحنا بنعيد ونكرر أن الطلب والاستعانة والطلب الإلهي لا يكون كالبشر. تمام. يعني المدد المطلق منه سبحانه وتعالى، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. تمام. سيد محمد زكي الدين إبراهيم يقول إيه، أتسخر منا لقول المدد ولست الفقيه ولا المجتهد. تمام. أتسخر منا بلا حجة وكل. تمام. على قول يستند، أتسخر منا وقد قال ربك كلا نمد. تمام. ده قرآن. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حضرته بيقول إيه، إنما أنا قاسم والله معطي. فالقاسم هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. والمعطي الحقيقي هو الله عز وجل. تمام. يعني ما فيش واحد هيدخل الجنة إلا بعطاء رسول الله له صلى الله عليه وسلم. يعني حضرتك إن شاء الله لما تيجي تدخل على باب الجنة لازم معك البون والاستيكر بتاعك والعطاء المحمدي من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. إنما أنا قاسم. الإمام الترمذي وهو يروي الحديث يشرح الإمام البيجوري قال يقسم الجنة بين أهلها. يعني حضرتك عايز تعرف نصيبك في الجنة، سيدنا النبي اللي هيعطي لك نصيبك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش يوم قصة القيامة هو اللي يديني نصيبي، هو الذي يقسم الجنة بين أهلها. طب يقسمها ازاي دكتور احمد؟ عطاء كلا نمد يعني هؤلاء، كل واحد على قدر العمل اللي عمله، وسيدنا النبي بيشفع في العطاء نفسه. تمام. مش مباشرة هتدخل الجنة كده، لا مفيش الكلام ده. يعني انا دلوقتي بعمل صالح، بصلي واصوم وزكي واعمل كل حاجة. نعم. يعني وما أدراك أن العمل مقبول إذا ما عرض عليه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم وتردون إلى عالم الغيب والإيه
والشهادة في سورة التوبة آية صريحة. تعرض الأعمال على الله عز وجل في شهر شعبان هذا. تعرض الأعمال وترفع إلى الله سبحانه وتعالى، وتعرض على سيدنا رسول الله يوم الخميس صلى الله عليه وسلم. قال كما سيدنا معالي المستشار بيقول تعرض حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. هذا الحديث صحيح، رواه الإمام البزار بسنده في مسنده. هذا الحديث وغيره ينفونه من الكتب، يعني أعمالنا احنا بتتعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض عليه صلى الله عليه وسلم ويفرح بها ويسر حينما يراك الله. تصلي وتزكي وتحج وتعتمر، كل هذه الأعمال الصالحات وتدخل السر على قلب مؤمن، هذا أعظم ثواب، من أعظم الثواب الذي يدخل على روضته الشريفة أن تدخل السر على قلب مؤمن. قال تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت غير ذلك استغفرت الله لكم. تمام. فهذه الأعمال كلها تعرض عليه صلى الله عليه وسلم. الإمام صاحب صفة الصفوة ابن الجوزي عليه رحمة الله، وهو سليل سيدنا أبو بكر من سلالته رضي الله عنه وارضاه، يروي لنا في المجلد الرابع يأتيه أبو الخير التيناتي أو الأقطع. هذا الرجل كان من أهل الشام ثم ذهب إلى المدينة المنورة. تمام. يقول خمسة أيام لم أذق ذواقا، لا أكلت ولا شربت، وده بعد انتقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. يعني ما تقوليش بقى سيدنا النبي مع الصحابة وكان بينهم، لا، هذا الرجل قال دخلت المدينة المنورة فإذا بي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أهل الكرم. نعم. فقال ما ذقت ذواقا فنمت بجوار المنبر. تمام. منبر النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال فنمت بجوار المنبر فغلبتني عيناي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق العتيق أبا بكر وسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه وسيدنا الإمام علي عليهم جميعا رضوان الله وتحياته وكرمه. قال وأنا في النوم رأيت الإمام علي قد أتى إلي وغمزني وقال قم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم إليك. يا الله، تخيل أنت كده، يعني رؤية. الإنسان يقول رؤية، ما هي إلا رؤية. فقال فغمزني وقال جناب رسول الله قادم إليك صلى الله عليه وسلم. قال فانتبهت وطأطأت رأسي ونظرت بين يديه فقال يا أبا الخير خذ، وهذا رجل يقال له أبو الخير الأقطع لأنه قد قطعت يده. فقال فأعطاني رغيفا فأكلت في النوم نصفه فقمت من نومي فإذا بالنصف الآخر في كفي. يا الله، ده الكلام ده بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم. هتروح فين من الإمام العتبي اللي هو شيخ الشافعي؟ لما قال أتى أعرابي إلى روضته الشريفة وأخذ يمدح النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، وهو بين يديه صلوات الله وسلامه عليه، وقال يا رسول الله قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توابا رحيما، الله عز وجل تواب رحيم على الدوام. يجي يقول لك لا، احنا ده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بس، تروح له في حياته بس ازاي؟ بس هو سيدنا ده القبر الوحيد والروضة الوحيدة على أطهر البقاع كلها وفي الوجود كله المعلومة هو روضته الشريفة صلى الله عليه وسلم. لما سبحان الله، لما جينا في مرة من السنين وبصينا زي معالي المستشار ما بيقول الفكر الهدام والفكر الوضيع هذا. طب احنا عاوزين يا دكتور أحمد يعني نوضح حل الكلام ده، هل الأزهر الشريف هو اللي يقوم بذلك؟ دار الإفتاء، إذا دخلت على الدار الإفتاء المصرية أصلت هذه المسألة تفصيلا. تمام. وهل يجوز أن نستغيث ونحن في واد؟ يعني مثلا حضرتك نزل في الصحراء. تمام. مشيت في الصحراء وتهت، ضعت، ضليت الطريق. تمام. الإمام النووي ذكر في كتابه الأذكار، والإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه المطالب العالية، هذه الكتب من أصح الكتب. والإمام البخاري نفسه في كتابه الأدب المفرد ذكر أن سيدنا عبد الله بن عمر خدرت رجله، يعني نملت. فيقوم يعمل ايه؟ يقوم ينادي على الطبيب. قال الحاضرون له تذكر احب الخلق اليك، فقال ومحمدا. الحديث موجود في الادب المفرد للبخاري. طب هيقول لك ده ضعيف، ما الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال، والذي اخرجه هو البخاري بنفسه.
قال ومحمدا، قال فقام كأنما نشط من عقال، يعني كأنه كان مربوط وانحل كألا يوجد شيء. نعم. فأمثال هذه الأحاديث وهذه المسائل الفقهية ذكرت في دار الإفتاء، والمرجعية عندنا هي الأزهر ودار الإفتاء المصرية، مش هروح على دار الإفتاء غير المصرية عشان لا أجرح في أحد. تمام. لكن هذه حقيقة، إذا دخلت إلى أي دولة إلا ما رحم ربي لا تجد كمال الدين بفضل الله إلا في هذه الأرض، إلا بوجود أي أحد من الأزهر الشريف. نعم. أو أي عالم. المنهج الأزهري هو المنهج المعتدل، وهو الوسطية. مشربه مشرب الرحمة والوسطية. تمام. الاعتدال في الأزهر. وهذا من فضل الله علينا، وقد احتفلنا به منذ قليل، منذ أيام ماضية 1074 عام. يعني بفضل الله، يعني عد 1000 سنة. تمام. هذه المسألة وأمثالها لابد على العقلاء أن يتنبهوا لها. تمام. من يطلب المدد من غير الله وهو معتقد أن الذي يمد ويعطي هو الله عز وجل فلا شيء فيها. تمام. ولكن ما ينفعش برضه أمرك النهاردة، أنا لا أمرك. تمام. ولن تتعترض عمن يسأل غير الله. ليه؟ لأن عنده دليل، عنده نص. لما سيدنا عثمان بن حنيف يروي هذا الحديث وسيدنا عثمان بن عفان يعطيه هدية على رواية هذا الحديث فيما بعد، فهذه أحاديث صحيحة. تمام. رأينا كذلك كما أخرج الإمام البزار والبيهقي وابن أبي شيبة وابن شيبة في مسنده، قال صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في أرض فلات، يعني أرض صحراوية، وكأنه حدث له أن تاه في هذه الأرض، فلينادي أو فليصح، يعني ينادي بصوته يا عباد الله يا رجال الله، يعني ينادي على سبيل النداء، ده طلب. طيب احنا دكتور احمد يعني عاوزين نبذة بسيطة كده عن الكتاب. نعم. كتاب يعني في رحاب النور المحمدي، ده التأليف ابن الدكتور محمد خاطر، ربنا يبارك فيه المستشار. نعم. وفي الصالحين جميعا يا رب، نسأل الله أن يبارك فيهم. طيب وفي جهدهم. يعني احنا ان شاء الله دي الحلقة الثانية. نعم. هذا اللقاء يعني ان شاء الله نتواصل بإذن الله بعد كده، اللي احنا هنكمل الكتاب ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. فعاوزين نتكلم عن الكتاب. نعم. يعني المدد والنظرة، يعني ده الباب، طبعا هناخد باب باب يعني. نعم. مشيئة الله سبحانه. نعم. وتعالى. مشيئة الله تعالى. وان شاء الله يعني يكون المستشار خاطر باذن الله يكون معنا، لان هو راجل على قدر من العلم. نعم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقه. نعم. عايزين نتكلم كده يعني نبذه كده عن الكتاب يا رب. وعن المدد، احنا طبعا اتكلمنا عن المدد بس ما اتكلمناش عن النظره. ما هو عايزين نوضح النظره كده سريعا. النظره سريعا. الله عز وجل يقول في سوره الحديد عند الاخره في المنافقين والمنافقات، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم. دول أهل النار بس، احنا عاوزين النظر، يعني هي المقصود بالنظرة كده ولا المقصود ده مثال. انا اعطيك مثال الآن. كلمة النظر، هل يجوز ان الانسان يقول لإنسان انظرني؟ لا، يعني راعيني. هنا هم كانوا يقولوها راعيني من المراعاة. تمام. فهذه الكلمة نهى الله عنها في سورة البقرة. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. كانوا الجماعة اليهود والعياذ بالله دايما يعني فيها كلمة سب وإهانة، ومنها السام عليكم يعني الموت. فأمثال هذه الكلمات تنبه لها الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا راعنا. والله عز وجل أنزل هذه الآية في سورة البقرة، لا تقولوا راعنا وقولوا، فهذا أمر. تمام. يبقى تقول لي سيدنا النبي إيه؟ انظرنا يا رسول الله. فهيقول لك ده في حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم. وهل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتقل إلى جوار ربه صار عدما؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، فهو القائل الأنبياء أحياء في قبورهم قائمون يصلون. وفي رواية البخاري ومررت ليلة أسري بي بقبر أخي موسى بن عمران قائم يصلي في قبره. تمام. يبقى الأنبياء ليسوا عدما. تمام. لم يموتوا وإنما ذاقوا الموت، وهذه الميتة خاصة بهم. تمام. إذا كان المؤمن العادي حينما يموت تخرج روحه كأنها قطرة ماء من في السقاء. يعني المؤمن لما بيجي ينتقل إلى جوار ربه تخرج الروح زي نقطة المية كده اللي بتقع من الإربة. شوف عندك شوية ماء كده، نقطة مية. يعني لا يزك سكرات الموت ولا يزك يعني. نعم. سكرة الموت ما تبقاش تقيلة عليه. نعم. ربنا سبحانه وتعالى يخفف عليه. نعم. فهذه بيسمى ذوقان الموت، لكن بعد ذوقان الموت الحياة البرزخية فهي حياة. هنكمل في إن شاء الله في حديث تاني بإذن الله، في حلقة تانية بإذن الله إن شاء الله تعالى. وأنا بشكرك كل الشكر والتقدير، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام.